احنا فد هذه المعده هي جديده لازم اسوي ديزاين لها علما الى نقاط براءه السمك. و اي تريشن ممكن ان يكون هاي. فهذه هي تقريبا انجين تكون دائريه واسع عليها رقم زين، من خلالها راح يستمر الفحص على هاي النقاط حتى نقدر نحسب الكروجن ريت زين لهذه النقاط. ممكن هاي تكون على عده قراءات مو شرط قراءة واحدة، وممكن انه كذلك نقدر انه نقرا ممكن أن نكتشف اذا اكو عيوب مو بس سم زين. فاذا هذه هي الاريا اللي ممكن انه نحسب من خلال الروجر ريت مراقبه التاكل ومراقبه اي تلف ممكن ان يحصل من خلال هذه. وطبعا ممكن ان تكون على شكل بلين، يعني هي اما تكون دائريه شكل او تكون على شكل بلين يعني خط. ولاحظ انه هسه بالنوزلات راح تشوف انه اربع اركان ممكن ان تكون على اربع نقاط على النوزل يعني بشكل عندك 0 90 180 360. راح تلاحظ انه انت تاخذ 360 درجه بالنسبه الى النوزلات. سيركل كان اي يعني مربع ربع. الاكزامينشن بوينت هذه هي من ضمن نقطه الكونديشن هي اسمها ريكوردينج وميجرمنت بوينت اللي هي مور سبيسيفيك لوكيشن ويذين دي سي ام ال. سي ام ال هي كونديشن مونيتورنج لوكيشن. اذا السي ام ال مي كونتين مالتيبل اكزامينشن بوينت، اذا ممكن ان تحصل على هاي النقاط اللي هي ضمن السي ام ال. اذا عده نقاط اكزامينشن بوينت ريكوردينج اللي هي من خلالها راح اقدر احسب الكروجر ريت وممكن انه اكتشف العيوب اللي مصاحبه لعمليات. وهذا طبعا تكون من الخارج ما تكون من الداخل. هذه تكون من الخارج. اذا وعاء مغلف هسه مثل هذا بي عازل فاكو يعني نقاط يعني فتحه بالعازل تخليها مسيره. طبعا من تسوي فحص عليها شو تسوي؟ ترجعها لانه يعني هذا اذا بقف راح يدخل ماي بيها وبالتالي راح تسوي مشكله يعني تاكل خارجي اللي هي السي يو اي. اوكي فلازم اراعي وضعيتها لازم هي يعني مو فتحه يتخللها الماء او رطوبه او اي مصادر اخرى.